وهي باش كتنصب عليهم كتعمل باللي هاد الناس هذا ما ضعافين وما عندهم شي ومراطين، كتعدل الشهادة الطبيات وكتمشي لعند الجمعية وكتطلب من الفلوس من الجمعية، كتدي لهم الكلاوي. نصبت لي على ولدي، عدت له باسابورتي، داتو لتركيا. اللي داتو لتركيا لحد الان ما سمعتش الصوت ديالو بالصفه نهائيا. اللي واجهنا قلنا له كيف الزعماء خصك دير الكلوه، يعني هبطنا خانه ولا يعني كوميساري. ديك الساعه قاتنا اذا مشيت للكوميساري ما تلوم براسك، يعني بحال نقول لكم التهديد، يعني هددنا به. جات داتو دوزت شي 15 يوم وجات. بالمجية اللي جات جاو شدوها بوليس. لا بارك الله لا بي ولا بل هو هالشي اللي سواه. قل له أخته، قل له لا بارك الله بي. واحد السيدة من الحومة ديالي نصبت لي على ولدي، عدت له باسابورتي وداته لتركيا. قولاته بلي غتزوجو بنصرانية وغتعدي دير الكواغاط. ملي دات لتركيا لحد الآن ما سمعتش الصوت ديالو بالصفة نهائيا. ودات خوها سابقة، دات خوها وحيدت الأعضاء ديالو وجابتو سيبتو هنايا، ويماها وباباها سايقين بها الخبر كتخدم هاد الخدمة هادي، وما كاين لا ناهي لا منتهي. ويماها واختها هما اللي كيعدلوا الوثائق للناس اللي باغين يعديو، اما هي غير كتبلغ يماها واختها هما اللي كيعدلوا الكواغات للناس. وجا واحد السيد هنايا من الحي بنفس الشيء بنفس العنوان، هو اللي كيشهد لهم في المقاطعه، وهي باش كتنصب عليهم كتعمل باللي هاد الناس هذا ما ضعافين وما عندهم شيء ومراطين، كتعدل الشهاده الطبيات وكتمشي لعند الجمعيه وكتطلب من الفلوس من الجمعيه وكتخدم الخدمه ديال لا اله الا الله محمد رسول الله. كدي لهم الكلاوي، كدي لهم الكلاوي، كتشجر في الكلاوي. جانا الاعلام من خوها داتو هي مقطعه الكلاوي ديالو. مني خرج نهار سبعه في شهر ثلاثه تواصلت مع شي يومين، كيقول لي السيده داتني انا واحد السيد وعيرت لي الدم وهربت. ملي اتصلت بها انا قلت له دير لي قصد المخزن. قال لي دير من المخزن بالنسبه للغه. قلت له اللغه ما تخممش في اللغه، انت غير قصد المخزن هو كيفكر لي في مترجمه صافي. هذيك الكلمه الاوليه والكلمه الاخريه، وعندي شي اوديوس ديالها هي اللي كتصيفط من تما لبنتي. جات داتو ودوزت شي 15 يوم وجات. بالمجيه اللي جات جاو شدوها بوليس. قالت لنا ردي خلينا راه خدام. وفين خدام الله اعلم، ما سايقين الخبر عليه. لا واش خدام او لا ما خدامش، لا صوت لا صوره لا يديك لا حتى شي حاجه ما كاينه في الموضوع ديالها. ملي جات قالت له دي، قال لها فاطمه الزهراء ونسميها دابا فاطمه الزهراء، الخوا ديالي فين هو؟ ما جا كمل الهضره هيدا، عملت غفن شطرات الدار ديال ماها. الدار ديال ماها تما الوالي على المخزن. ملي الوالي على المخزن داهم الدار البيضاء، تهمت لي ولدي قالت لهم ودي بلي ديت من عنده انا 20 غرام ديال الحشيش. ملي طلعت انا ما قالوا لي والو، قالوا لي راه في الحجر الصحي، حنا ما نقدروش، ما غادي نوريوه لك بشي حاجه، اذا ما نوريوه لكش. عدلوا لي واحد الكريطه وعطيت واحد صيفط له واحد الناصب الى بلغ له وجيت حال شبكه كبيره. نعم لما ما عنديش شي معلومات، المعلومات غير اللي عندي من هاد الحومه هنايا، مشبره هي واختها واحد السيد من هنا من الحومه، حتى هو داخل معاهم، هو اللي كيشهد كيمشي للمقاطعه، هو اللي كيشهد كيقول بلي السيد هذا مريض وما عنده حتى شي واحد، ما عنده حتى شي حاجه اللي غيكون به باش كينصبوا تجي على نصبوا علينا وينصبوا على الجمعيات. حتى هما من اللي كيتيقوا فيهم، اللي كيعطيهم الوثيقه، كيعاونوا مساكين بالفلوس. ومنهم تسمعنا تاع عزيزه تخنوش، هي بوريا كتساهم في هذا الشيء، هذا كانت هي كتعطي الفلوس، الناس كتيق كتاسف للضعفاء وكتقول نعاونوهم يداووا
وما كاين نصبوا على عباد الله ما كاين لا حتى شي حاجه. ودابا من زبية ملحه ومادات ولدها خوها اللولي داتو قطعت له الكلوه وجابتو ودات اللي عندنا عليه الخبر دات ولدي وخوها الثاني عاود هي ثلاثه. ودابا الشباب انت كتعرف الطموح ديالهم اوروبا ما كيفكرش في شي حاجه اخرى. الطموح ديال اوروبا ملي كيبلغ تما كتلعب الدار ديالو كتقول له بغا ترجع بحال هكا رجع ولا عاود المخ شوف شنو غتعمل براسك. واختو ما عندو ما تيشي لو كان يماه او باباه قالوا له سير ديكلاري بها يمكن له غيديكلاري بها. ولكن هما كاملين خدمه واحده عين ملا قوفة لا اله الا الله محمد رسول الله. انا الطلب ديالي هو المحسنين ينظروا فيا من الله سبحانه وتعالى يعاونوا على هذا الشيء على هذا الصبيان. مرة كان مرة بوفري هذه الشهر ديالها وانا لا قدرتي الي هما اللي كانوا خدامين عليا هما اللي كيدخلوا الطريبه. انت كتشوف قوه المسيره فهادي مصرف قلي كلشي قلي. انت كتشوف المحل ديالو بوفري هاو مسكينهم لا 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 كوزينه مع لا الدوتشه مع لا حال. انت كتشوف كيفاش الحال ديالو بنادم كيتقاتل مع الوقت وكنقول لك دابا الشهير ديال المراه ديالو الشهيره ديالها هو هذا وحنا لا اله الا سلطة الله يجازيها بخير تنظر في الحال ديالي وتشوف الأحوال ديالنا. الرسالة ديالي أنا كنوجهها للناس فهي القناعة. درهم أحسن من 10 أحسن من 100 درهم. القناعة فهي رزق والإنسان ما يدوخش والنصب راه موجود والإنسان يعمل الاحتياط الرسول ما يتقش إلا بوالديه. الوالدين ديالك ما يقدرش يبغوا لك شي حاجة اللي هي الضرر. وهذا الشيء اللي ما نقدر نقول لكم اخوان جزاكم الله خيرا الله يرحم لكم الوالد. المهم انا الاخت محمد اكدي في الشهر ديال في شهر 3 شهر 3 في 6 كان مشى لتركيا بسبب انه واحد بنت مهم هنا في الحومه قالت له بلي غنضمن لك المستقبل ديالك وغنعدل لك فهمتي يعني غنزوجك بالقويه وموضوع يعني اللي كانوا مشاو اتفقوا عليه هنايا يعني قالت له فهمتي قالت له غنزوجك بالقوريه وغنداويك على حسب هو مرت ديال الصرح. المهم يعني ملي قتلو هيدا صافي هو تنعرف يعني كاع الشباب اللي عندنا هنايا يعني اول حاجه في اول حاجه في الدماغ ديالهم هي الغربه. يعني الا قلتي لهم الغربه هذيك هي النقطه الضعف ديال يعني فهمتي هو كخدم هنايا كيكون مره في كيمشي يخدم. المهم صافي ديك الساعه المهم جا سناو الورق يعني كون نهار كون هاكي مشاو يسناو على ورقه. المهم صافي طلعاتو في الاول هضر معانا يعني مزيان في الثاني يعني بدا كيفهمتي واحد النهار صان علينا قالنا خيتي كتاجر في الكلوه من الكلوه قالنا خصو دينا الكلوه. ديك الساعه حنا واجهناها ملي واجهناها قلنا لك كيف زعما خصك دي الكلوه يعني هبطنا خانه ولا يعني كوماساريه. ديك الساعه قاتنا اذا مشيتو كوماساري ما تلوم غير راسك يعني بحال نقول لك تهديد يعني هددنا به هو. صافي ديك الساعه شبان حنا صبرنا شي حاجه. المهم مع مده يعني هي بطات بحالها حنا مابقاش عندنا اتصال معاه حتى شي لا اتصال حتى شي حاجه. المهم قبل ما تهود كنمشى هو للمطار. ملي مشى للمطار بدا كيقول مشى عند واحد المسؤول تما في المطار قالوا راه خصهم يدوا لي كلاوي خصهم يدوا لي الكلوه ديالي خصهم يدوا لي الكلوه ديالي. ديك الساعه هي جات قالت انا في اوديو. ملي قالت انا في اوديو قالت يعني مشى كحياح وكيقولنا خصو يديو لي الكلوه خصو يديو لي الكلوه. قلنا لا زعما يعني هاد دابا خانا ما يمكنش يكذب. ديك الساعه قالت لا هو هي جاتو داكشي للراس حيت هو بعد المرات يعني ملي كيطيح كيجي داكشي كيبقى يقول فهمتي راك حنا دوختنا يعني ما نكذبش عليك الا دوختنا بدات دخلات بدات كتحلفنا بولادها. يعني انسان ما يحلف لك بنته ولا بنو يعني صافي كتقول الصلاه على النبي. حنا قلنا ربما هو يكون يعني جاتو ديك الحاله يعني هضر في هذا الموضوع. المهم صافي ديك الساعه تيقنا بها الصراحه الله يعني يعني حنا بالنيه ديالنا والله سبحانه وتعالى ما يخيبناش. صافي ملي هبطت لي هنايا بدات الوليده ديالي كطلع عندها بدات كتقول زعما فاطمه الزهراء الله يرحمها داك ديري نتواصل مع بني. قالت لها راه ابنك خدام قالت لها خدام في النجاره. المهم صافي بقينا هيداك ونهار كطلع عندك تقول غدا نتصل بك بعد نتصل بك دين نتصل بك. صافي بقات هيداك اراك واحد النهار السبت. المهم انا كنت خدامه يعني خدامه هنايا ويوصل لي خبر باللي جاو موراها بوليس. ملي جاو موراها بوليس كيخرجوا هيدا شني في اللو قالوا لنا قالنا يعني خيتي كتاجر في الحشيش. قلنا الله يحسن العوان فهمتي. صافي ديك الساعه ملي قال لك كتاجر الحشيش دازت هيدا شي ايام شي 3 ايام هيدا يومين هيدا قال لك كتاجر في اعداد الناس
يعني طلقوها هيدا كتشرف عدد الناس. مشينا كنطلعوا عند الوالده ديالها قول لها زعما الله يرحمها داك تينا نتواصلوا مع خانه يعني تينا حاسه بالكبده يعني راه الام ضروري تكون حاسه بالكبده ما كاينش ام ما تحسش بالكبده ضد واحد اخر قول لها زعما تينا نتواصلوا معاه ديك الساعه يعني فهمتي احنا كبرين ومربي ما عطيتني يعني وكنا خبز واحده ما ضوش تينا بنادم يعني واكله مع خبز يعني ما فكاتش هذا المهم صافي داكشي اللي كاين تواصلنا هيدا مشينا عندها قالت لنا صافي غدا رجعوا غدا يعني حتى هي عند الاخ ديالها تما وواحد راه طلعته وحيدت له الكلوه هبطت لهنا خاها حيدت له الكلوه وهو هنايا هو هنايا داو حاليا وهنا واخر راه عندها تما هادو بعدك جميعهم خاي وخاها بقاو لي قالت لي راه ما فهمتي يعني ملي حنا شافتنا حنايا سقنا الخبر وانا كنهضروا معاها نقول لك مثلا بحالي خافت على راسها وصافي ديك الساعه يما بقينا كنطلعوا عندها واحد النهار حنايا طلعنا عندها هيدا قلنا زعما تينا قلنا غدا رجعوا عندي على غدا حنايا هيدا انا في الخدمه كلشي ناعس يعني في 6 6 الصباح كلشي جاي ناعس جاو لي هنايا عند خاي جاو هنايا جاو عندي خاي اخر جاو لي هنايا هجموا عليه البيت قالوا زيد راتينا ياتينا اش نقول لك يعني بوليس قالوا راتينا اش نقول لك ديكلارو به يعني كيتجاف مخدرات الله يرحم والديك يعني كاتينا جيتي شفتي الحاله بالدار واي واحد وهنا جانا كيعرفوا واش هاد الحاله هادي ديال المخدرات يعني تخيني كيتهجر في المخدرات راه حدنا حنايا ولا خاه اخر ما ينقصوا حتى خير طبيعه الحال اول حاجه يمشي يعد البال يعالج خاه وثاني حاجه انسان عاي هذيك غير راسه يعني ماشي هي اش نقول لك من بعد ما سقنا الخبر عندنا محاميه راقتنا واحد خينا هنا حتى هو شبرو في الحومه كان كيسني على الورق مخاين النهار اللي مشى اللي كان ماشي هو سنانو على الورقه يعني التزوير شهدلو يعني خينا داخل في التزوير يعني من بعد قضيه متفرشات راه فيها التزوير فيها بزاف الحوايج فيها فلوس يعني ماشي دماغري فيها مجبرو بزاف د الحوايج فيها المهم صافي ديك الساعه قلنا له فهمتي ملي مشينا حنا للكوماساريه هذه قلنا معاك يكون غير الخير شويه قالنا راه يصير دوار كازا ملي قلنا زعما شنو كاين قلنا راه خاكم التاجر في المخدرات فهمتي هادشي اللي قالنا المهم صافي يعني كنا محامي من بعد طلعنا عندي ما قلنا له زعما عطينا باش نهضر يعني خلينا الامر هذا ويعني قلنا نشوفوا الامر الاخر ملي مشينا عندها قالت لنا التليفونات مطفيين يعني اخر بنها اخر طافي التليفون يعني ما عندي عليه حتى شي خبر فهمتي يعني كيفاش انا في الاول كنتي كتقولنا غدا نرجعوا نعطيكم النمره وحنا كنطلبوا غير النمره تعطينا غير النمره راه بنها كان عنده النمره كان عندنا النمره ديالو ما عرفتش واش بلوكا انا واش بدل النمره الله اعلم يعني هذه اللي ما عارفينهاش حنا ومن بعد قال لك بدل النمره يعني في الاول كانوا في اسطنبول كانوا في انقره من بعد رجعوا اسطنبول فهمتي مرجع اسطنبول ما عرفيش حنا اش من بلاصه يعني فهمتي يعني بحثنا في الامر هي ما كتقول لك والو شنو كتقول لك كتقول طلعت عندها الوالده ديالها كتقول لها هو راجل يعني تينا تجرب انسان يجرب غير الا كانت عنده الكبده ديالو يعني ضروري خاصك تثق الخبر لابنك يعني شنو كياكل شنو كيشرب في اخر حاجه يعني في كيناس في اخر حاجه تفكر له في كيناس يعني اصلا نجيبه من راسي انا ولا كنت عايل ومو فاليت شي حاجه غنفكر في الغربه يعني الدراري المغرب ديالنا كاملين كيفكروا في الغربه يعني هو ما عليه التالم يعني هي جات قالت له راسو وهو يعني كان مريض هي جات قالت له راسو يعني تينا شني عدرتي معاه في الوراق عدرتي معاه في الوراق بانه عادتي تخدمو وعادتمشي تعالجو هذه اول حاجه يعني مي عايصو في راسو ديك الساعه قلت له عاد جوجو بالدوريه فهمتي يعني هو طمع في طمع اول حاجه يعني هو اللي عيبره يعني عايزو منو داك الشيء هذاك فهمتي يعني لا حول ولا قوه الا بالله العظيم كنطلبوا يعني تقولنا هي خانه فين هو وكنطلبوا يعني الحالة شوفوا الحالة ذا الشيء هذا يعني العوا راه ثلاثة راه ثلاثة واحدة ومجي في الطريق راه فهمتي يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم حنا اللي خدامين اليوم يعني فهمتي راه دابا حاليا حنا اللي خدامين اليوم يعني الإنسان ما يقدرش يتكلف يعني تينا كتشوف الأسعار كلشي زادو يعني الإنسان ما يقدرش يقدر حتى الحاجة لراسو فهمتي يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.